تعالوا بقى نعمل مع بعض اخر وصفه اللي هي تعتبر بالنسبه لهم وصفه الحلو يعني. ومقاديرنا ايه؟ بطاطا، موز، سكر ابيض او بني اللي متوفر او عسل، لبن جوز هند، رشه ملح، فانيليا. ان انا سلقتها اهي وقشرتها بعد ما سلقتها عشان مش عايزه ميه كتير فيها، وبعدين هقطعها ويدجز، فاحط الاول نقطه ميه احتياطي عشان اسحب منها السخونيه، السكر البني، الفانيليا، شويه سكر ابيض مش كتير، وانزل باللبن.